يعني. شكرا. ازيك يا زياد؟ سلامتك يا حبيبي. سلام. انت في سنه كام؟ سنه اولى. سنه. واخبارك ايه في المذاكره؟ الحمد لله ماشي كويس. الحمد لله. ونفسك تطلع ايه؟ نفسي اطلع دكتور. ان شاء الله تطلع دكتور باذن الله. ان شاء الله. عمر عندك كم سنه؟ عايز تقول ايه بقى للناس اللي بيشوفونا دلوقتي؟ نفسي اخف وارجع واتعلم عادي واروح المدرسه واطلع مهندس. ده في سنه كام يا حبيبي؟ انا في سته. سنه سته. ايه يونس نفسك تطلع ايه؟ دكتور. دكتور. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الحقيقه انا يعني في البرنامج ده على مدار 15 سنه احنا دورنا ان احنا فاعلين خير، وكل واحد بيشوفنا فاعل خير. وانا الحقيقه اقسم بالله انني لم ارى في هذا البرنامج من الجمهور اللي بيشوفنا غير كل خير، اقسم بالله. وانا بقسم عليكم بالله ان كل انسان يستطيع ان هو يساعد الثلاث أطفال دول إن هو لا يتردد، وإن هو ولو بحاجة بسيطة نقدر نساعده. وبكلم كل أب بيشوفني وكل أم شايفاني بيتصدق على أولاده، بيتزكى على حد مريض عنده، بيداوي مرضاه بالصدقة، طلعوا هذه الصدقة في سبيل هؤلاء الأطفال الثلاثة اللي حياتهم مهددة واللي هما لا يملكوا أي شيء إلا إن احنا نساعدهم. تخيل لما يكون مصير حياة بني آدم في إيدك، طبعا هي بإيد ربنا سبحانه وتعالى في الأول، لكن أنت تقدر إنك تساعده، تقدر إنك أنت تعمله حاجة. فأنا يعني أتمنى إن كل واحد بيشوفني النهاردة في مصر، في العالم العربي، في كل مكان في العالم، على أرض المحروسة في مصر، في العالم كله، يقدر يساعد الأطفال دولت. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني إحنا بنحيي وبناخد ثواب، وثق إن كل واحد هيطلع جنيه واحد حتى في ميزان حسناته والله. وعن تجربة بقول لكم إن التصدق في المرض بيرفع القدر، بيرفعه يعني يتصارع القضاء والقدر مع بعض كده مع الدعاء، فالدعاء يرد ويغير الحال إلى أفضل حال. بس تصدق أنت وتزكى وتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. أرجوكم ما تحرموش نفسكم ولا تحرمونا إن احنا نكون خير أو واسطة خير أو فاعلي خير لإنقاذ الأطفال الثلاثة دول. وأنا واثق بإذن الله، ثقتي في الله لا حدود لها، إن يجعلنا سبب إن كنتوا تساعدوا هؤلاء الأطفال. وبشكركم جدا جدا.